تصل الطائرة الإسرائيلية إلى مطار الرباط وعلى متنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في أول زيارة لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب. عنوانها العريض هو التعاون الأمني بين البلدين كما صرح به بني غانتس. إنها زيارة مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة تاريخية، كونها أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلد، وسوف نوقع اتفاقيات تعاون ونواصل تقوية علاقاتنا. من المهم جدا أن تكون هذه الزيارة ناجحة. في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير أمن إسرائيلي تستمر ل48 ساعة، ومن المتوقع أن يوقع غانتس مع مسؤولين مغارب اتفاقيات تعاون خاصة في مجال الدفاع. هذا وتحدث مدير عام مركز الجالية اليهودية في الدار البيضاء قبيل هذه الزيارة لآي 24 نيوز. نعم، شخصيا أعتقد أن المغرب ستكون أكثر أمنا بعد زيارة بيني غانتس، لأن المغرب يعاني من بعض المشاكل مع دول الجوار، وهذا دائما جيد أن يتم مساعدتك من قبل بعض المهنيين. يجب معالجة المشاكل التي تعاني منها المغرب، وأعتقد أنه يجب أن يكون المغرب محاط بدول كالولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا يساعد في التعامل مع الجيران. هذا ويتواجد خلال هذه الزيارة إلى المغرب موفدنا بليغ صلاح الدين الذي أعد لنا التالي قبيل إقلاع الطائرة باتجاه الأراضي المغربية. نعم، ننتظر هنا الإقلاع إلى المغرب، حيث سيكون في هذه الليلة متواجدا هناك وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، الذي هو أول وزير أمن إسرائيلي في تاريخ العلاقات بين البلدين. حتى قبل انقطاعها في عام 2000 لم يزر أي وزير أمن إسرائيلي المغرب. غانتس اليوم سيحط هناك لثلاثة أيام من الزيارات واللقاءات التي ستتمكن تخلل لقاء مع وزير الخارجية وكذلك مع نظيره وزير الأمن ووزير المختص بالشؤون الأمنية في المغرب. هذه الزيارة سيكون فيها توقيع مهم على اتفاقية تفاهم أمنية، وهذه أول مرة يكون هناك توقيع اتفاقية تفاهم أمنية بشكل علني، وهذه أول مرة مع دولة عربية بشكل عام هناك تفاهمات أمنية، طبعا على الحدود مع مصر والأردن، ولكن ليس بهذا الشكل مع المغرب التي سوف تتخلل تدريبات عسكرية ربما في المستقبل مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش المغربي، وكذلك تنسيق أمني، تنسيق بين الفرق المختلفة في صفوف الجيش، وكذلك طبعا من ناحية استخباراتية. كل هذا يأتي في غضون علاقات متوترة جدا بين المغرب والجزائر، ولذلك كما يقول بعض المراقبين هناك يعني نية من قبل المغرب لتعزيز أمنها عن طريق هذا التعاون الأمني مع إسرائيل. البلدان يقيمان علاقات دبلوماسية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت عام 2000. لكن في أواخر العام الماضي استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في إطار اتفاق اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. زيارة بني غانتس إلى المغرب تتزامن مع توتر شديد بين الرباط والجزائر، تزامن يقول عنه العديد من الخبراء والمراقبين أنه قد لا يكون من باب الصدفة، وقد يدخل في باب رغبة المملكة المغربية في أن تظهر للعالم ولشعبها وخاصة للجزائر وكذلك للغرب أنها بصدد تعميق علاقاتها مع إسرائيل. المملكة المغربية كانت رابع بلد عربي يطبع علاقاته مع إسرائيل في 2020 برعاية أمريكية بعد الإمارات والبحرين والسودان. إدارة بايدن كانت قد أكدت في الأيام القليلة الماضية على أهمية ما أسمته